السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام باستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الثلاثاء الموافق للسابع من شهر سبتمبر لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة أخبار الخليج والتي استهلت في أولى صفحاتها مرسوم ملكي بتسمية أعضاء مجلس أمناء كلية عبد الله بن خالد للدراسات الإسلامية. خالد بن حمد يوجه إلى تخصيص الساحة المقابلة للأستاذ الوطني لعربات الطعام المتنقلة. ومع صحيفة الوطن والتي نشرت مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد إجراءات وقائية أكثر فعالية للشعائر والمناسبات المقبلة، تشكيل مجلس وزارة الداخلية لتطوير العمل الأمني، قائد حمد الجامعي يتطوع في التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا. ومن الصفحة الأولى لصحيفة الأيام نقرأ الزياني بحث في لندن القضايا الإقليمية ومساعي السلام، البحرين وبريطانيا أفاق جديدة للتعاون الثنائي. إلى أبرز ما جاء في الصحف المحلية من أخبار، ونبدأ مع صحيفة الأيام التي نشرت أن الدكتور ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم كشف أن إدارة التربية الخاصة انتهت من إعداد 197 درسا رقميا جديدا لتغطية مناهج الفصل الدراسي الأول. نشرت صحيفة الأيام أن الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات أشار إلى إطلاق المركز بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمشروع قياس التداعيات الاقتصادية والاجتماعية جراء جائحة فيروس كورونا لدعم عملية صنع القرار. لفت الصحيفة الأيام أن مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي أعلن عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج الملك حمد للإيمان بالقيادة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم من خلال التحاق طلبة من مختلف الأديان. ننتقل إلى صحيفة الوطن ونقرأ منها أن وزارة الصحة أكدت أن هناك إقبالا من المتطوعين في مملكة البحرين بشكل لافت على التجارب السريرية للمرحلة الثالثة من لقاح فيروس كورونا كوفيد-19 من خلال تلقي أكثر من 3000 متطوع من مختلف الجنسيات. كشفت مكاتب سفريات لصحيفة الوطن عن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران خلال الفترة الحالية مقارنة مع بداية انتشار جائحة فيروس كورونا بنسبة تصل إلى 30%. كتب الكاتب فيصل الشيخ مقالا في صحيفة الوطن والذي جاء بعنوان لذلك القضاء على فيروس كورونا بعيد جدا، فإلى المقال. خيار العودة التدريجية أو العودة بحذر اتخذته البحرين وهي ضمن دول عديدة حول العالم قررت استعادة حياتها وحراكها الاقتصادي والمهني وحتى الاجتماعي، لذلك خيار العودة التدريجي كان لابد منه، لكنه كان خيارا مشروطا، والشرط فيه يتمثل برفع درجة المسؤولية والوعي لدى الفرد الواحد، ما يعني ضرورة التزام كل شخص يعني التزام المجتمع كله، وهذا كان الهدف. ما شهدناه في الأيام الأخيرة قد يكشف عن دخولنا مرحلة متقدمة من التعايش مع الوباء، مرحلة يتصرف فيها كثيرون وكأن كورونا اختفى تماما وانتهى، إذ التهاون وصل حتى لدرجة نسيان لبس الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.
حينما خرج سمو ولي العهد حفظه الله قبل أيام ليؤكد على ضرورة تحمل المسؤولية والالتزام، فإنما هو يشير لدور المواطن في مساعدته للحكومة ولفريق البحرين في سعيهم لاستعادة حياتنا بالكامل والعودة كما كنا سابقا. بالتالي نسيان أن كورونا ما زالت بيننا والتقليل من أهمية الالتزام الشخصي بالاحترازات أمور قد تضيع جهود الفرق التي تعمل بكد وتعب، ونال منها الإرهاق ما نال أمور قد تجعلنا نعاني أكثر وقد تجعل يوم القضاء على كورونا بعيدا جدا. نقرأ من صحيفة أخبار الخليج أن إدارة الأوقاف الجعفرية دعت جميع المآتم والحسينيات إلى اتخاذ الاحتياطات الاحترازية والالتزام بتوجيهات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 واختصار مراسم إحياء المناسبات المقبلة على آلية البث المباشر. ومن ذات الصحيفة نطالع أنه سينطلق اليوم الملتقى الاستثماري الإلكتروني تحت عنوان الفرص الاستثمارية في البحرين وجمهورية مصر العربية بوجود كبار رجال الأعمال البحرينيين والمصريين. التعافي عنوان مقال للكاتبة طفل الخليفة في صحيفة أخبار الخليج، فإلى أبرز ما جاء فيه. كشفت الحكومة عن تعافي 15 قطاعاً أساسياً في المملكة بعد إطلاق الحزمة الاقتصادية، لافتة إلى أنه منذ الانفتاح التدريجي في شهر يونيو الماضي شهدت تلك القطاعات نمواً ملحوظاً خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين. أن هذا التحسن جاء نتيجة القرارات الحكيمة التي اتخذت الحكومة والتي وازنت بين الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم وبين الحفاظ على حركة الاقتصاد وحركة الأعمال ودوران عجلة الاقتصاد بشكل يحفظ للناس معايشهم وأعمالهم وتجارتهم. ختام الجولة الصحفية مع فن الكاريكاتير. إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.